سلام. في الجلسات سبحان الله بستغرب. ليه بستغرب؟ لأنه عادة لما في شخص بيكون وضعه شوي ضعيف، تعبان، بيجي بيشكي على المستوى الشخصي، يعني بشكل عادي صديق أو قريب، طبيعي الواحد بيتأثر. ما بالكم في الجلسات؟ في الجلسات الطبيعي إننا أتأثر، لكن بيحصل معايا العكس. سبحان الله، الواحد لما بيدعي بظهر الغيب بيلاقي نفسه صارت نفسيته أفضل وصار مرتاح، وبيلاقي إنه بتحصل عنده انفراجات. هي الدعاء بظهر الغيب على الأقل على الأقل حتكسر القلق اللي الواحد بيكون فيه للشخص التاني اللي بيدعيله. طبعا أكيد يمكن الواحد ما بيلاحظها أو بيلاحظها، الواحد بينشحن بذبذبات طيبة، لأنه الملائكة بتقول ولك مثلها، يعني كأنه الواحد بيدعي لنفسه، فعشان كده بينشحن بذبذبات جدا طيبة، والواحد بيبدأ يلاحظ الفراجات في حياته هو، مع أنه هو ما دعا لنفسه، دعا لشخص تاني. الإيمان هو أساس، لكن الإيمان بإيش؟ ساعات بيكون الإيمان حاجة ما هي حقيقية، وفي الإيمان بالحق سبحانه وتعالى، الحقيقة الوحيدة اللي في الكون هذا كله اللي هو الله. لما الواحد يكون إيمانه بشخص ولا إيمانه بشيء، ممكن إذا كان يقينه قوي بإذن الله ممكن يحصل، لكن ما بيكون حقيقي، فبتجيله خيبة أمل وبتقلب الأمور بتصير بالعكس. بس في الفترة هذه اللي هي يقينه، ما بين يقينه إلين ما يحصل الشيء، يكون الواحد مبسوط وسعيد ومعتقد أنه هو محقق حاجة واو بتحصل، لأنه ما بالكم لما الواحد يكون إيمانه بالحق سبحانه وتعالى، وهو بيدعي يعرف أنه الله أكيد حيفرج كربته بإذن الله، أنه الله يقول ادعوني أستجب لكم، أكيد أنه حيحصل حاجة طيبة. مع اليقين هذا، مع الثبات واليقين والصبر طبعا الجميل، الصبر الجميل يعني الموضوع في الطريق ليا، فأنا مستنية، فكل استمتاع وكل مبسوطة كده ومترقبة إنه إيش هو ده اللي حيصير من كتر اليقين. فهذه بتثري الجسم بذبذبات رائعة، إيجابية رائعة، بلاقي الواحد نفسيته تحسنت، صحته تحسنت، بتتفتح الأمور، بتنفرج الأمور. مو من مصلحة الواحد يؤمن بشيء مش حقيقي، مش حقيقي بمعنى إنه شخص بشر زيه، يعني حتى لو عنده إمكانيات وحتى لو كان في مركز، بس يعني تلاقي الواحد غالبا يا بيفقد هذا الشخص أو هذا الشيء أو هذا الظرف، أو إنه بصيبه خيبة أمل، فبيكون في مستوى عالي جدا وتلاقيه فجأة طاح نفسيا وصحيا وكآبة. الواحد لما يكون إيمانه بقدرة الله الوضع بيختلف تماما، الصحة بتستمر تكون أفضل ومن أفضل لأفضل، والواحد مستواه بيعلى من علو لعلو، الله بيزكيه. فالإيمان الجميل هو يكون الإيمان واليقين بالله، إنه الكرب حينفرج وإنه الأمور حتصير أفضل، حتى لو الواحد ما هو شايفها بعينه المجردة وما هو مستوعبها بعقله، لكن سبحان الله اليقين هذا بيخلي زي النملة اللي دعت، نملة دعت قام ربي نزل المطر عشان دعاها، اللي هي نملة، المعجزات بتحصل مع الإيمان الثابت واليقين بالله. كلنا نعرف طبعا الكلام ده، بس لما الواحد يحسها غير، لما الواحد يشوفها غير بقلب، فالواحد ينتبه هو إيمانه فين